يتوجه الرئيس السيسي اليوم إلى دبي للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركة سينوبسايز الأمريكية وشركة إس أي فيوجن للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر تماشيا مع المبادرة الوطنية مصر تصنع الإلكترونيات. عقد وزير الصحة خالد عبد الغفار اجتماعا لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاجتماع ناقش خطة كل قطاع بالوزارة للمشاركة بخطة التأمين الطبي والتي تشمل محاورها تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية والرعايات العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية. التقى وزير الإسكان عاصم الجزائر البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة. وأكد الجزائر أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية، المساجد والكنائس طبقا للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدة الإنسانية، وعبر عن أمله في استمرارها. أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بفريقه اللندني بعد تأهله لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 6-0 على لانس الفرنسي في أجواء شديدة البرودة في العاصمة البريطانية. وكان انتصار أرسنال أكبر فوز لفريق إنجليزي على منافس فرنسي في بطولة أوروبية.